يا مساء الفل، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج هنا والشيف. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا شيف. وانت طيبه اخبار حضرتك؟ حضرتك ايه الحمد لله النهارده؟ كويس. عامله لنا ايه النهارده؟ عاملين كحك بقى، خلاص رمضان، كل سنه وانت طيبه، خلاص وحضرتك قرب طيب. ينتهي ودخلنا على حضرتك العيد، طيب. وطبعا بقى طقوس اخر رمضان لازم الكحك. النهارده عامله لنا كحك بالايه بقى؟ كحك ساده، وكحك بالعجوه، وكحك بالملبن بالبندق. حلو جدا. هنبدا بايه دلوقتي؟ هنبدا بقى بعجينه الكحك نفسها، وبعد كده احنا بنقسمها بقى بالحشوات عادي. عادي، هي نفس هي العجينة نفس السادة العجينه بقى. واللي بالبندق واللي هي نفس بالعجوة. العجينه، لكن الحشوات هي اللي مختلفه. تمام، يلا هنبدا. هنبدا عايزين المقادير، لو يا المقادير. ريت تحط لنا المقادير على الشاشه. اتفضلي يا شيف. عندنا كيلو دقيق، تمام، عندنا 600 جرام سمنه، وعندنا طبعا باكت خميره ده انا سايباها تتخمر، وثلاث معالق سمسم، ونص كوبايه لبن، ومعلقه سكر، وذره ملح، وذره فانيليا. تمام، نبدا. قولي لنا بقى طقوسك مع كحك العيد. كحك العيد ده بقى حاجه جميله جدا، لازم اعملها بهجه بهجه طبعا، يعني حتى الجاهز اللي بنشتريه لا لا انك لا لا تعملي لا. في البيت للولاد دي عمري بيبقى ما اقتنعتش ابدا بالجاهز ده، حتى لو جالي هدايا مثلا جاهز لازم اعمل برضو لولادي، لان دي فرحه، بتبقى فرحه فرحه فعلا. العيد. ايوه ده حقيقي. انا عايزه اقول لك ان ماما لغايه دلوقتي لازم تلمنا كلنا وتلم اخواتي وتعمل لنا الكحك اساسي يعني، وما بترضاش تاكل الجاهز خالص يعني. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنبدا نحط السمنه عشان تسخن. تمام، هو متهيألي بياخد سمنه كتير هو اكتر من ده طبعا، يعني. هو كيلو بيبقى عليه حوالي 600 جرام سمنه، يعني نص كيلو نص وشويه. كيلو وشويه. ايوه ده على الكيلو بالظبط. ده على الكيلو بالظبط. ايوه، وطبعا والكيلو ده احنا نقدر ان احنا نعمله بالثلاث حاجات اللي احنا معانا الساده. ايوه طبعا، ده بيعمل كميه كبيره، يعني الكيلو بيعمل كميه كبيره. هو ده كيلو دقيق معانا. كيلو دقيق. ايوه تمام. هنبدا نسيب السمنه عشان تسيح، لازم تسيح السمنه وتبقى كده. تمام، ونبدا نحمص السمسم. النهارده الحلقه كلها عن الكحك بس عشان تشوفوا بكل تفاصيله. أيوة، بالاستفاضه كامله، ويا ريت تطبقوها معانا وتقولوا لنا بقى الحلقه الجايه اخبار الكحك ايه، عملتوا منه الطريقه ايه. دي سهله جدا وجميله جدا، والكحك بيطلع رائع يعني، وكل ومضمونه. والحقيقه برضو الشيف صممت ان هي النهارده تعمل حلقه كامله عن الكحك بس. قلنا لها ان احنا حتى ندخل بيتي فور او بسكوت، هي قالت لا عايزين حلقه لوحدها. سمسم بياخد قد ايه على النار؟ يعني يغير لونه ولا لونه يتغير؟ ايوه تمام، عشان ريحته كمان تطلع وتبقى كويسه. بس دايما يعني الشكاوي اللي بتيجي من الكحك ان هو بيطلع مش ناعم، لا يطلع ناعم قوي لا يطلع خشن قوي. المقادير اللي انا بعملها دي بتطلع كحك مظبوط جدا، ناعم يعني ناعم يتشال، مش ناعم بقى يتكسر مننا، ناعم يتشال، وفي نفس الوقت طعمه في منتهى الجمال، وبطريقه سهله جدا، ما تاخدش اي حاجه ولا بتاخد اي وقت ولا اي مجهود، حاجه بسيطه جدا، وبتعمل طبعا بتفرح الولاد، بتعمل بهجه في البيت، بتحسسنا بالعيد بصراحه يعني. طبعا لازم 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 في رمضان نعمل الكحك ده، لان دي حاجه من طقوس المصريين كلهم يعني. كحك الجاهز ده لازم كل ام تجرب كده، حتى لو كيلو باظ منك مش مشكله يعني، انت بتفرحي بس الولاد. أيوة ان طبعًا. هم يشاركوكي يعملوا معاكي برضو بتبقى لا حاجه لطيفه طبعا، انت جدا. لما تعمليه مش كويس ما يبص يبص ما ليه حتى لما لو بتعمل يعني، لان انت عارفه ان مش كل الناس بتعرف تظبط الكحك قوي في البيت زي ما قلت لك، لا بيطلع ناعم قوي لا بيطلع خشن قوي، فهي تجربه لطيفه جميله يعني. احنا كده دلوقتي حمصنا السمسم شويه، هنبدا نحطه على الدقيق. على الدقيق مباشره؟ على الدقيق مباشره. الكيلو دقيق. ايوه. قد ايه سمسم حطينا؟ ثلاث معالق سمسم. ثلاث معالق سمسم حطيناهم بعد ما انا كل ده فاكره ان السمسم بيتحط على الوش يعني، مش هتعرفي ان انا شاطره. ده ثلاث معالق سمسم بيتحطوا، ونبدا ان ايه، ممكن اسيح لك انا السمنه لو عايزه، نقلبهم لحد السمنه ما تسخن. طبعا انا بقلبهم معاهم علشان دي ياخد السمنه كلها، السمسم كله. طبعا الخميره زي ما احنا شفناها ما شاء الله فارد، دي معناها ان الخميره نشطه، الخميره ناجحه. هي دي الخميره الفوريه الكياس العاديه؟ دي الخميره الفوريه. معاها معلقه سكر وباكو خميره فوريه. ده لا، يبقى دي خميره عاديه قصدك ومعاها؟ لا، خميره فوريه. تمام. باكت خميره فوريه. تمام. معاها معلقه سكر ونص كوبايه ميه. تمام، نحطها عليه. ما بقاش فيه بقى الخميره بتاعت زمان دي؟ لا، هي موجوده بس ليها يعني الناس بتستسهل دي، بس يعني الفوريه دي كويس جايبه نتيجه اهي. ما شاء الله. طالما فارد كده دي من علامات ان الخميره ولازم بقى كويس. نحطها في غرفه تبقى درجه حراره الغرفه تبقى
عاليه شويه وكده ولا الفواريه دي؟ لا هي الخميره لازم تبقى الميه بتاعتها اللي احنا نحطها فيها تكون دافيه شويه. لازم الميه تكون دافيه. شوف هو الريحه الفظيعه دي ريحه ايه؟ دي ريحه السمنه ولا ريحه ايه؟ دي ريحه السمنه. مش معقوله. انا وانا قاعده معاكي رجعت ذكريات كتير قوي. والله بجد الريحه دي ما بنشمهاش غير واحنا بنعمل الكحك. السمنه البلدي بقى بتاعتنا بتاعت البيت الجميله اللي احنا بنسيحها. ما يفضلش السمنه اللي احنا بنستخدمها للاكل اللي هي بتاعت العلب صح؟ هي سمنه العلب سمنه نباتي في ناس كتيره بتعمل بيها. بس طبعا هو الكحك ريحته بتبقى احلى. ده هي ريحه السمنه اصلا هي احسن جداً. حاجه هي السمنه دي، هي دي الريحه بتاعته يعني. احنا دلوقتي حطينا السمسم حمصناه. أيوة. وعلى كيلو دقيق وقلبناه وحطينا عليه الخميره. أيوة. الفوريه. هنبدا بقى نحط السمنه. هروح اجرب. بسم الله. ايوه جربي بقى هتعجبك جدا. بس بنفس الطريقه اللي بقول لك عليها. تفتكري هيتاكل؟ هيبقى تحفه. طبعا احنا هنقلب بقى السمنه معاها. طبعا السمنه انا سخنتها بس ما قدحتهاش. مش يعني سخنتها مش محتاجه ان احنا مش محتاجه ان احنا نقدحها. طيب شيف هويدا زمان كنت بشوفهم الكحك ده بيتعجن كتير قوي. ما هو ولازم حد ايده قويه مثلا في البيت. دلوقتي انا بس شربت الدقيق كده. هنيجي بقى المرحله المهمه جدا، اهم مرحله اللي هي مرحله البس. اللي هي دي بقى اللي بتنجح الكحك. مرحله ايه؟ بس العجين، ان احنا نبس الكحك. اللي بيسموها بس الكحك، ان احنا نبسه ازاي؟ ان احنا بنشربه كله في السمنه وبنبدا نعمل الحركه دي. علشان الدقيق يشرب السمنه كلها. تفركي الدقيق مع السمنه. دي بنسميها البس. ايوه دي بقى بياخدوا في الحركه دي كتير قوي. ايوه بالذات طبعا لما بتكون كميه كبيره، لان اهالينا طبعا ما كانوش بيعملوا الكميات بتاعتنا دي. الحاجات دي بيعملوا كميات كبيره. احنا دلوقتي بنعمل ده علشان بس نوضح كمثال، وطبعا هو هيبقى كويس وهيعجبهم. ماشيه خطوه خطوه ومصممه على الخطوات البطيئه. ايوه علشان تطلع كويس. طبعا احنا دلوقتي انا بشرب كل الدقيق السمنه بتاعتي. ما سيبش اي حاجه خالص ما فيهاش سمنه. لازم السمنه الدقيق يشرب السمنه كلها. شيف هويدا احنا ممكن نعملها بالمكنه او حاجه ولا لا لازم الايد كده؟ لازم البس، لازم حركه البس دي. اللي بنبس بيها دي بيعمل لها ايه؟ بيخليها اطرى طريه يعني بيخلي الدقيق كله يشرب السمنه. وبيخليه طبعا ما بقاش في مكان فيه سمنه ومكان ما فيهوش، كل الكحك يبقى كله طيب. شارب السمنه. ايه اللي بيخلي الكحك يطلع ناشف قوي حتى لو طعمه حلو؟ طبعا السمنه بتكون قليله عن السمنه. السمنه هي اللي بتخليه طري. طبعا انا شربت كله هنا بيه. هبدا بقى اجيب نص كوبايه اللبن اللي عندي وهبدا احط عليها ذره فانيليا. طبعا الحركه دي بتدي ريحه فظيعه للكحك. لما ايه ريحه الكحك بقى؟ معانا ريحه الكحك؟ انا مش بحب بصراحه، انا مش بفضل، انا بحب اعمل كده بالطريقه بتاعتي دي وبتطلع طريقه مضمونه. لبن وفانيليا طريقه مودرن شويه. لبن هو لا هو لبن موجود في كل الكحك. لا الفانيليا يعني الفانيليا. انا بحط الفانيليا مع العجين مخبوزات بتدي ريحه وطعم جميل جدا. دلوقتي احنا بقى بدانا خلاص عملنا كده تمام. هنبدا بقى احنا ايه معانا اتصال تليفوني. الو الو ازيك يا استاذه هنا؟ اهلا بيكي، مين معانا؟ معاكي اميره من القاهره. اهلا بيكي يا اميره، اخبارك ايه؟ وحابه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه حبيبتي. حضرتك وكمان الشيف هويدا. وانت طيبه جدا على الكحك الجميل قوي اللي انتم بتعملوه لنا ده حبيبتي. وانا متابعاكم من اول رمضان وكل وصفاتكم حلوه جدا بجد، وخليكم دايما كده اعملوا لنا حاجات جديده يعني عشان نتعلم. حبيبتي يا اميره، حبيبتي ميرسي جدا ليكي. على فكره انا عملت كحك امبارح بجد حلو ده. طلع اخباره ايه؟ عملت كحك وعملت بيتي فور. طلع اخباره ايه يا اميره بقى؟ الكحك طلع حلو حلو قوي. بيتي فور طلع بسكوت نواعي، ما اعرفش ليه نواعي طلع طري شويه. هي هتقولك بقى الشيف دلوقتي هويدا تبينا، وانت هتشوفي الطريقه الحلوه وهتعملي بيتي فور ناجح وهيعجبك بعد كده ان شاء الله. والحلقه الجايه ان شاء الله يا اميره هتبقى عن البيتي فور. خلاص ماشي، وانا ان شاء الله هقعد اتابع الحلقه كلها. حبيبتي ميرسي جدا، نورتينا يا اميره. كل سنه وانت طيب. طيب مع السلامه. باي باي. احنا طبعا عجننا كده بقى الكحك. هو في ريحه طب حضرتك حاطه حاجه في الفرن؟ لا لسه ما حطيتش حاجه. هي الريحه دي بس. طبعا دلوقتي الكحك اهو قدامنا. العجينه جميله، هي سهله. بصي في ايديكي احنا كده حطينا كل حاجه بتتحط على العجينه. كل حاجه يعني احنا دلوقتي من اول تاني شوفيني حافظه ولا لا. جبنا كيلو الدقيق وحطينا عليه 3 معالق سمسم متشوحين. ايوه متحمرين. بعد كده حطينا نص كوبايه لبن وعليها الفانيليا. ايوه وقلبنا. والخميره والسمنه قبليها طبعا. السمنه قبليها. 600 جرام سمنه. 600 جرام سمنه ايوه. اللي مش طبعا معلقه السكر انا حطيتها مع الخميره.
هو عشان ال 600 جرام دول هو المقدار المظبوط اللي بيطلعوا كحك حلو يعني. دلوقتي انا شوفي انا عجنت الكحك بايدي اهوت ما شاء الله باين العجينه طريه والسمنه كمان باينه والسمنه كويس. هنبدا بقى طبعا نشكله. هو المفروض بقى طبعا بيتساب يحمر بس طبعا احنا عشان البرنامج هنبدا نشكله. بيتساب قد ايه طيب؟ بيتساب حوالي نص ساعه اما بتكون الخميره نشطه بناخد بتساب نص ساعه. نبدا نكور كده ونبدا بس نخليه ايه على الاول نكور صح؟ هنبدا بقى عندنا في طبعا الحاجات الجميله بتاعتنا بتاعت زمان المنقاش الجميل بتاعنا اللي احنا بنعمل بيه. يا شيف وايده رجعت لنا احلى ذكريات زمان. انا حتى لو اي حاجه بتطلع لازم بستخدم المنقاش برضه لازم يعني دي حاجه ضروريه. والفرن في الريف والحاجات دي الفرن الكبير ده يبقى أيوة طول الوقت شغال ده طبعا اللي هنعمله بالكحك. دي حاجه بقى اللي هي البصمه اللي طالعه جديد دي دي طبعا سهله للمبتدئين اللي هم عايزين يخلصوا على طول يعني وما يقعدوش بقى عندهم طول بال النقش. فطبعا هنبدا نعمله. الاستوديو سائع جدا بيجمد بيجمد السمنه بيجمد السمنه. احنا معانا تليفون زياد. الو اهلا بيك يا زياد. ازي حضرتك؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبة؟ اخبارك ايه؟ انا الحمد لله. انا بس كنت عايزه اقول للشيف ان انا حبيت الكحكه عشان هي عملته وبتابعها من اول حلقه. يا حبيبي ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك يا زياد. ماما بتعمل كحك في البيت يا زياد؟ خليها تجرب بقى خليها تجرب بقى الكحك بتاعنا هيعجبها ان شاء الله. حتى لو طلع يعني باظ النهارده مش مشكله هو كيلو بسيط ما فيش خسائر. كل سنه وانت طيب يا زياد. طبعا ده اللي احنا ناقشناه ده بقى احنا بنكوره كده ودي البصمه اللي احنا بنعمله بيها بنعمله كده. ايه ده سهله قوي. دي سهله جدا بيعمله طبعا الاستوديو. طب ما دي سهله اهي الاستوديو مخلي الحاجه البوكيت معلش بارد جدا. احنا اهم حاجه الخطوات سليمه. هنعمل تاني. انا عايزه اعمل معاكي عايزه البصمه دي واعمل واحده معاكي اديني واحده. يلا لازم على ال هتلاقيها كدا؟ سهله جدا. ايوه اتكي عليها بقى. لا انا عايزه واحده ادورها لو سمحتي. اوكي يلا اديني اللي معاكي كده اهو. شايفين بعمل كحك اهو خلاص كده ولا لازم تبطط؟ لا حطيها بقى وبططيها بالبصامه. بدي لا هي طالعه فاشله جدا بس يعني ايه هي فرحه العيد يعني حلوه جدا. شفتي بصي شفتي بتاعتي من بتاعتك. بصي انا ممكن اساعدك. ايوه ممكن تنزليها بقى كده بصي عشان تبان عشان تشيل بس الفتفته دي ان السمنه لا دي الفتفته دي من البرد بتاع لا يعني ان درجه الحراره ساقعه المفروض هي بتتعمل في درجه حراره الغرفه عادي ما تبقاش درجه الحراره عاليه قوي كده لان كده طبعا هي مجمده السمنه مفيش اي مشكله. شوف وايده قول لنا مين بقى علمك الكحك. والله جدتي الله يرحمها ربنا يرحمها كانت شاطره جدا وهي اللي علمتني كل حاجه كل حاجه في الطبيخ هي اللي علمتها لي. كنت بتقعدي جنبيها بقعد جنبيها واعرف وهي تفهمني اعملي كده اعملي كده اعملي كده فطلعت بصراحه. وبعدين احنا عندنا عائلتنا اصلا مشهوره وكده حتى والدتي كمان والدتي كمان ولازم الكحك يتعمل بكميات طبعا العيله كلها بتيجي تتجمع وبيعملوا كحك مع بعض. دلوقتي بقى هنعمل المحشي. ده السادة؟ ده السادة. تمام. احنا عندنا بقى دلوقتي ملبن. الملبن دوت ربع كيلو ملبن انا جايباه طبعا على قد الكيلو. طبعا معاه ثلاث معالق سمنه او ثلاث معالق زبده ومعاه بندق مجروش بندق مكسر. ممكن عين جمل او اي مكسرات ثانيه؟ ممكن اي مكسرات بقى على حسب الرغبه وعين جمل فستق اي حاجه. طبعا انت بتجيبي الملبن وبتحطي عليه ثلاث معالق سمنه وبتدعكيه بيهم كويس جدا لحد ما يشوم عشان الملبن يبقى طري لما يتحط في الكحك ما ينشفش لما يجي يتخبز ما يبقاش ناشف. وبعد ما بتدعكيه بالسمنه او بالزبده بنحط عليه البندق المجروش او اي مكسرات سوداني فستق عين جمل اي حاجه. حلو جدا. يلا هنبدا بقى نحشي. طبعا انا بعمل كده نفس التكويره انا بعمل كده لان طبعا عايزه اسخن العجين شويه لان طبعا ممكن يا جماعه تهدوا لنا بس التكييف شويه. لو كنت قلتي من بدري ما كانش زمان ده حصل. وناخد الملبن وبنعمله كده بنكوره كده وناخد الكحك بتاعتنا بعد ما عملناها كده لازم تبقى مدوره. ايوه ومدوره وندخل ده جواها كده. احنا معانا اتصال. عمر الو اهلا بيك يا عمر. الحمد لله انا كنت بتفرج على التلفزيون فكنت بقلب لقيت البرنامج شدني الصراحه. انا الكحك ده الصراحه كنت بحبه قوي. يا حبيبي كل سنه وانت طيب يا عمر. طيبه. كل سنه وانت طيب يا عمر. خلي ماما تعمل الكحك بقى في البيت. تمام. اكتب لها المقادير اللي ظهرت على الشاشه. تمام. هنزل لك المقادير تاني. تمام.
في اي سؤال طيب تحب تساله؟ لا ماشي، ميرسي يا عمر ليك، كل سنه وانت طيب. نعمل تاني النهارده متابعينا من السن الصغير كويس، هما بيقعدوا قدام التلفزيون بقى خلاص، المدارس اونلاين طبعا قاعدين فاضيين ما بيروحوش في مكان. طبعا حشيت كده، هبدا برضو اعملها بعد ما حشيتها، اعملها بالبصامه واعملها برضو كده. تمام، هعمل واحده ثانيه بقى وانقشها. إيه اللي بالبندق دي ايه؟ لازم اللي بالملبن دي لازم يتكور ليه؟ علشان انا بعمل تحت مدور. لا ليه من جوه الحشو تبقى؟ ما عشان لما الكحك مدور، انا لما احط دي جواها وابدا اعملها بتتفرد مع الكحك. بتبقى التحكيه كلها من جوه فيها ملبن، ما يبقاش جزء فيه وجزء مفهوش. تمام، طبعا تاني. تمام، احنا معانا تليفون. ام احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ اهلا بيكي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله، منوره الشاشه والله. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، ميرسي جدا. يا شيف حضرتك، كنا بنعمل الكحك زمان، ازاي حضرتك اللي بتعمليه؟ عاوزين نشوفك بتعمليه ازاي. يلا هو معانا خطوه بخطوه بقى يا ام احمد، تابعي. ماشي يا شيف، بس منوره الشاشه والله. ربنا يخليكي، ده معاكم من اول الحلقه. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا ام احمد، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت طيبه. ميرسي جدا ليكي يا ام احمد. دي بقى طبعا احنا ناقشناها. ده ايه دي بقى النقشه دي حضرتك؟ دي بقى طبعا النقشه دي حضرتك بتخمي دلوقتي. لا هي طبعا لما تكون عاليه كده ليه؟ لان هي هتدخل الفرن هتسيح شويه. تمام، لان هو فيه سمنه، فهتلاقيها هتستنى لغايه شويه. ايوه، هتبقى بقى ايه بالشكل ده لما تفرش شويه، تبقى بالشكل ده. احنا ده الاولاني ده ايه بس عشان اعرف ده هاخد ايه معايا؟ ده بالبلبل وبندق. ده بالمكسرات يبقى انا تمام، انا اول طبق بس يا جماعه، ده انا اللي هاخد. التاني ده معانا بالايه؟ وده بالعجوه. طب هو الكحك ليه؟ انا عامله كحك طويل بقى بالعجوه. هو الكحك الطويل ده ايه؟ عليه. بس انا عايزه اعرف كده عشان اخليه مميز، يعني عشان لو يبان. لو سمحت الكاميرا بس تجيب الطبق اللي في النص ده، انا عايزه اعرف الكحك ده ايه؟ ده الكحك، انا هوريكي بقى بيتعمل ازاي، ده حاجه ثانيه عشان يبقى شكل مختلف، ما يبقاش كله زي بعضه. ايوه يا جماعه، نعرف الكحك ده بيبقى يعني مدور، لكن عمري ما شفت الكحك المستطيل ده غير مع الشيف وائل. ايوه، ما انا معايا لازم تشوفي كل جديد. ما احنا لازم نختلف عن يعني الاخرين. يعني اسمعوا كلامها في كل اللي هي قالته تمام، لكن الكحك المستطيل ده لا لا لا، اسمعوا الكلام واعملوه. ماما لو بتتفرج على الحلقه هتتريق يا شيف. لا لا لا، مش هتندموا، مش هتندموا. تمام، طبعا انا عملت بقى احنا جزء عملنا اللي بالملبن وعملنا السادة. طبعا عايزين نفرقهم شويه، ما عشان كده بقى نفرقهم، دي اللي انا بقول لك عليها. يعني انا عملت الطويل عشان نفرقهم، عشان طبعا المحشيه ملبن هتبقى باينه عاليه شويه عن الساده. المحشيه بقى عجوه هتبقى مختلفه شويه وطويله. انا نفسي ادوق جدا. بعد الفطار بقى ان شاء الله. يا ريت يهدوا ده المكيف شويه، لان الحاجه هم قفلوه والله. هم قفلوه واحنا معانا 3 دقايق حضرتك. في 3 دقايق فتلحقي ان انت تعملي اللي بالعجوه. العجوه طبعا عشان هنا بتضحك عليا، العجوه احنا بنخليها طويله شويه كده اهي، بنخليها كده وناخد. ايوه، وناخد طبعا العجينه بتاعتنا. تمام، نطريها شويه كده. احنا معانا تليفون، الخط قطع، ونخليها بقى طويله كده شويه من جوه مجوفه، ونحط فيها العجوه ونبدا نلفها كده. حلو جدا. طب لو احنا يعني لو في طريقه تانية من فضلك ممكن تقولها لنا. ممكن نخليه مدور برده، ممكن نخليه مدور برده. لا ما مش كحك ده يا شيف. لا كحك، كحك والله. ونبدا برده ننقشها زيها زي الكحك التاني بالظبط. دي بقى احنا بنخليها طويله علشان ايه؟ أنا نميزها شويه. تجيبي شويه عشان عايزه اعمل شويه كده واحنا شغالين. عايزه تنقشي شويه؟ اديني بقى واحده كده انا هكورها وانقشها لك. بس بقى طريها شويه كده، بس دي تخليها مميزه عشان دي انا اكلها في الاخر. اوكي، بس بعد كده بقى هتيجي تقولي لي هاخد الطبق كله ومش مش هرضى تدهولي. بصي انا هاخد بس اللي هو يعني بالمكسرات، واسيب لك اللي بالعجوه والتاني. دي احنا قلنا هنحطها ازاي؟ ايوه هنحطها بالطول. لا انا مش عايزه اعمل بالطول ده، انا مش عايزه ادورها لوحدي لو سمحتي. اوكي، بس دي غلط صح كده؟ انت ما علمتنيش كده. ماما ما علمتنيش كده. واحده مدوره. ايوه، اديها جواها اهي، بس اشهدوا بس. هي هتبقى باينه ولا ايه؟ ما انت حاولي بقى ما تبينهاش. مش باينه. وكوري بقى لفيها بقى كده. ايوه اهو شايفين، شاطره. والمنقل بقى نقشيها يلا. الله، اي حاجه. ورينا بقى النقش بتاعك. يلا استنى. ان شاء
شاطرة. طب ليه بعيد عن بعضه كده، ما تقربيه شوية ليه؟ خايفة بس يلزق في بعضه. محدش يتريق، ها؟ المخرج بيتريق ولا حاجة؟ لا ده جميل. شايفين؟ ها؟ أهو. أنا بقى ولا الشيف وايد النهاردة. خلاص يلا نعمل التانية، اديني بقى واحدة تانية اعملها لك. احنا معانا تليفون، هو الخط بيقطع النهاردة كتير. الو، برضو شفتي الناس اول ما شافت الكعك الطويل ده. شيف وايدة، يعني انا بجد على مدار الشهر الكريم كله اتبسطت جدا ان احنا عملنا برنامج سوا، وانبسطت ان حضرتك كنت معانا مش ضيفه، صاحبه برنامج. الله يخليك. وعلمتيني انا شخصيا حاجات كتير. اخر حاجه عملتها كانت فاتت الزبادي ونسيت كام خطوه منها، بس تمام يعني. المره الجايه بقى قبليها كويس. لا لا لا، اتعلمت حاجات كتير من حضرتك، وقد ايه جاي لي كومنتات كتير جدا بيشكروا في طريقه حضرتك البسيطه، اللي ناس كتير جربت كل او اغلب الحاجات اللي حضرتك عملتيها، طبعا ما عدا الكحك الطويل ما حدش جربه. انا هعمله برده الطويل عشان انا بحبه، خليها تعمل مدهون. انا بجد مبسوطه ومش مصدقه ان خلاص شهر رمضان الكريم ايامه بتجري، بس لسه يا جماعه ان شاء الله معانا حلقه تاني مع الشيف وايده يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. كده اهو دورته اهو كده. ايوه واعملي بقى. خليكي انت بس. انا عملت بقى طويل وعملته بقى انا كمان بالبصمه، يعني البصمه كمان بتمشي معاه. ينفع؟ ممكن ننقش وممكن نعمل. ايوه طيب اهو شايفين بقى. ننقش دي. ايوه نقشيها، بس ما تخليش نايمه كده زي الدنيا. تتريقيش عليا يا شيف، انا لسه مبتدئه. هو ليه متنعكش كده؟ علشان العجينه بردت من المكيف. بجد؟ يعني مش مني؟ لا، المفروض العجينه بتبقى سخنه، بس هو طبعا عشان المكيف شديد. شفتي؟ بصي بصي بصي. ايوه شطوره. اديني واحده كمان. شطر. الحلقه الجايه هنعمل ايه؟ الحلقه الجايه هنعمل بقى بقيه الحاجات، البسكوت والبيتي فور. برضه هنعمل بسكوت بطريقه سهله جدا، تعمل في 5 دقائق. طب حلو جدا. ايوه اديني دي. احنا معانا تليفون. جهاد. الو. ايوه صراحة مبسوط جدا من شغل الشيف، ورجعتنا الحاجات الحلوة والشغل الجميل بصراحة، وفن في عالم الكحك يعني بصراحة. أنا حبيت أدخل أشكر الشيف يعني على الشغل الجميل بتاعه. ميرسي جدا ليك. أي أسئلة؟ عايز أعرف طريقة البتفور دي. الحلقة الجاية بقى إن شاء الله تابعها معانا. لو حابب أقولها لك دلوقتي على الهوا ممكن؟ لا خليه بقى عشان يستناه. أوكي. إديني بقى العجوة بتاعتك. اعملي بقى دي مره طويله. اعملي مره طويله. مين اللي عمل النهارده العجوه؟ انا اللي عملتها. نسينا نقول العجوه عملناها ازاي. العجوه برضو احنا بنجيبها، العجوه مش مفرومه. مش مركزه يا شيف خلاص. العجوه مفرومه، بنجيب 3 معالق سمسم ونحط عليهم معلقه سمسم كفايه، يعني حسب الكميه. لا انا كنت جايبه حتى 3 معالق لان كنت عامله كميه كبيره. دي اللي على قد الكحك مثلا ربع كيلو، بنحط عليه معلقه سمسم كبيره مع 3 معالق سمنه او زبده، بنحمص السمسم على النار وبعدين نحطه على العجوه ونبدا ان احنا ندعكه بايدينا لحد لما يبقى بالشكل ده، ونستعمله بقى في ان احنا نعمل بيه الكحك. شيف وايده، طب انا بس عندي سؤال. لو انا مش عايزه احط ملبن مع المكسرات، انا عايزه اعمل بعين الجمل بس او مكسرات بس، ينفع؟ ممكن، بس طبعا ما يبقى يعني ايه، دي بتديها تسكيره شويه، يعني تديها طعم مسكر شويه، وفي الوقت نفسه بتمسكها، لان المكسرات لوحدها هتبقى مفرفته لما تتحط جوه الكحك، هتبقى مفرفته. لكن لما تحطي معاها ملبن ولا تحطي معاها مثلا عسل نحل، ده بيمسكها شويه. عسل نحل؟ ممكن نحط عسل نحل بدل الملبن، ممكن نحط عسل نحل. شيف وايده، احنا مبسوطين جدا من حلقه النهارده، وفي انتظارك ان شاء الله الحلقه الجايه عشان احنا تاني هنعيد المقادير تاني. هنعيد لهم تاني المقادير قبل ما نقفل. هي تنزل على الشاشه. جبنا كيلو دقيق، هنعيد تاني الطريقه. هنجبنا كيلو دقيق وجبنا 3 معالق سمسم حمصناهم في السمنه بتاعته، وجبنا 600 جرام سمنه سخناهم كويس على النار. هي طبعا السمنه بلدي متسيحه، احنا سخناها على النار. طبعا حطينا السمسم الاول، السمسم حطيناه على الدقيق علشان يبقى في الدقيق كله هو لسه ما اتحطش عليه السمنه، يبقى متوزع كويس. سيحنا 600 جرام سمنه حطيناهم على الدقيق وبدانا نبس الكحك بيهم. بعد ما بسناه حطينا باكت الخميره مع حبه، مع نص كوبايه ميه، مع معلقه سكر.
اما الخميره طبعا عليت، عرفنا ان الخميره طبعا كويسه والخميره نشطه، حطيناها عليها وحطينا نص كوبايه دقيق، نص كوبايه لبن، وبدانا ان احنا نعجن او نبس البس مع ده اللي السمنه في الاول. تمام. اللي هو سمنه مع الدقيق. بعد ما بسيناه كويس وتاكدنا ان الدقيق كله اتشرب السمنه، بدانا نحط عليه الحاجات السائله اللي هي الخميره واللبن، وطبعا ما ننساش نحط مع اللبن ذره فانيليا لان طبعا بتدي ريحه جميله جدا في الخبز. وبدانا نشكله زي ما احنا عاملين. عندنا المنبل جبناه ورحنا حاطين عليه برده 3 معالق سمنه ودعكناه كويس عشان الملبن يبقى طري لما يتخبز الكحك ما ينشفش جوه. وحطينا عليه بندق مجروش، ممكن يتحط فستق، ممكن يتحط عين الجمل، ممكن يتحط سوداني حسب الرغبه، ممكن يكون ملبن ساده. وبدانا ان احنا نحشيه ونحطه كده. جبنا برده العجوه فرمناها وحطينا عليها السمسم والسمنه ودعكناها وبدانا ان احنا نعملها بشكلها سواء طويل او سواء مدور حسب أي الرغبه. شيف هويده احنا بنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله نستناك الحلقه الجايه مع البيتي فور والبسكوت. وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا حبيبتي، انت طيبه. اعزائي طيب. المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون نالت اعجاب حضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، واستنونا الحلقه الجايه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. الى اللقاء.